المحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضع السؤال. تفضلي سيدة النائبة. السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير المحترم، أيتما ديستما إبرلمانين. السيد الوزير، لازيك نتترس هذا خينيث يستوفيت شان الحلول إمازيغن تدونينز برا إمازيغن تدونينز قرار الأجبار غير المحاكم. ميدنا لا سوار غاست مازيغ السيد الوزير ورغات تفان شايج غاست نتفهمن. ما كغينا السيد الوزير، ما كغين الصيود راني الناس نضراني ونباط. تنمير السيد الوزير. جواب السيد الوزير. شكرا لا لا، ولكن كاس واحد حس الحيط نت مازيغ نسوس وتسن حيط نت مازيغ ولا تفهم ما تينيت. تفضلوا السيدة الوزير، السيدة النائبة، تعقيب السيدة النائبة. تفضل السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. غير إلا سمحتوا المطالبة بالترجمة ديال اللغة الرسمية ديال هذه البلاد، أنا أعتبرها سبة في حق الهوية وسبة في حق وثيقة دستورية كانت موضوع تعاقد المغاربة. نهار السيد الرئيس الأمازيغية كانت حق دستوري لواحد الشريحة عريضة من المواطنين اللي ما كيفهموش العربية. اليوم هنيئا لنا وهنيئا لكم أنكم حسيتوا بالمعاناة ديال دوك إمازيغن اللي ما كيفهموش شنو كنقولوا في هذه القبة الموقرة. وأنا كنتمنى من السيد الوزير الصديق والأخ العزيز السي وهبي اللي بشرنا مؤخرا أنه كيعرف الريحة ديال التقاشر ديال المغاربة، أنه أيضا يبين لنا أنه كيعرف اللغة الرسمية ديال بلاده. وشكرا. بلاتي السيد الوزير، السيد الوزير. تفضل السيد الرئيس. نقطة نظام، نقطة نظام. نفس الإطار، نفس الإطار، نفس الإطار. على أنه في الواقع اللغة الأمازيغية هي اللغة الدستورية ديال المملكة. إذ لابد من رئاسة، من رئاسة، من المكتب ديال المجلس على أنه يتخذ الإجراءات الكافية باش يمكن تكون الترجمة الفورية باش حتى المواطنين في الجبال يفهموا واش كيتقال هنا. ثانيا فيما يخص لوز التقاشر ولوز القراطة التيار كاينة. شكرا شكرا. تعقيب. الله يخليكم الله يخليكم. الله يخليكم السيد النايب، السيد النايب. من فضلك السيد النايب. السيد الرئيس. سيد الرئيس من فضلك. الله يخليكم. سيدات السادة النواب، أنا نعطيك السيد الرئيس دابا. راه خليت شوية المرونة ولكن نقطة النظام دائما في التسيير. الله يخليكم. تفضل سيد الرئيس. نقطة النظام ياك سيد الرئيس. تفضل. شكرا سيد الرئيس. أنا تنظن بأن الموضوع ديال الأمازيغية هو راه موضوع وطني وما فيه مناقشة مادام الدستور حسم في هذه المسألة. بالنسبة للترجمة الفورية راه طلبناها وعودنا وتظهر لي هذه من المسائل البسيطة جدا اللي قد الرئاسة والمكتب المجلس يقوم بها. ثم الترجمة الفورية من الأمازيغية للعربية والعكس صحيح، لأن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تتوفر على قناة كاملة اللي تدير الأمازيغية حبادا، وكنا تنشوفوها تثبت بشكل مباشر، وإن شاء الله هذا اللي غادي يكون بدون شك، وتدير الترجمة وغادي يمكن المواطن يستفد سواء كان حنا مغاربة كاملين ما كاين مشكل أمازيغ وعرب، ولكن الناس يمكن لهم يفهموا. وطبعا لا شيء يمنع باش النواب يطرحوا الأسئلة ديالهم بالأمازيغية وتتم يعني الإجابة بالعربية. تفضل السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا السيد الرئيس، الأمازيغية لغة دستورية والعربية لغة دستورية، ولا نسمح لأي أحد أن يتزاد يدا علينا بلغتنا وتاريخنا وهويتنا، فكلنا ننطق العربية ونتحدث بالأمازيغية، ولكن على الأقل هذا الفضاء هو فضاء للحوار، هو فضاء للنقاش، يجب أن نعتمد اللغة التي يفهمها الجميع من أجل إيصال الفكرة وإشراك يعني عامة النواب والنائبات والحضور الكريم في فهم نوعية المشاكل التي تطرح. فأنا نقول لكم عاد كيفاش تعلمت العربية.
ولكن احتراما للقاعة أتحدث باللغة العربية لأنه اللغة الدستورية في انتظار تنزيل الأمازيغية. وقد طالبنا في أكثر من مناسبة المجلس بتسريع وتيرة تنزيل الأمازيغية داخل بتفعيل يعني آليات الترجمة، وهذا حق مشروع لجميع المغاربة الأمازيغ والعرب ونحن أمة واحدة. شكرا سيد رئيس. تفضلوا سيد رئيس. شكرا سيد رئيس. سيد رئيس، بدون مزايدات في هذا المجلس الموقر اليوم، كل نواب ديال الأمة كيطالبوا بهذه الترجمة الفورية، هذه المرة الثانية اللي كنقولوا هذا الشيء. الله يخليك سيد رئيس، خذوا هذا الملف يعني بجدية وهذا الشيء ينزل للواقع. وشكرا. شكرا سيد رئيس. تفضلوا سيد رئيس. احنا ما غنصوتوش عليك، احنا ما متفقينش على التصويت. تفضل تفضل سيد رئيس. تفضل. شكرا سيد رئيس. سيد رئيس، مع الاسف يعني في كل مره هذا المشكل ديال الترجمه الفوريه منذ الولايه السابقه ماشي مادو هو كيتطرح، يعني كاين واحد التاخر كبير، ولكن اعتقد ان كان رئيس مجلس النواب تفاعل مورا فاش كان الفريق ديال التقدم والاشتراكيه، وتفاعل بشكل سريع وقال باننا هو في اتصال مع ديال الاذاعه والتلفازه من اجل القاء من اجل يعني القاء واحد الحل للترجمه الفوريه. اما الامازيغيه او العربيه، احنا بغينا المغاربه كاملين يفهموا، ماشي غير اللي كيهضر العربيه او لا، حتى واحد الامازيغ ما فاهمش اش كنقولوا دابا اليوم، بغينا كل شيء يعرف. وهادشي ما فيهش مزايدات، يعني مساله تقنيه، نرجو التسريع بهذه المساله ديال الترجمه الفوريه وبدون مزايدات في هذه المساله هذه. وشكرا. شكرا سيد رئيس. تفضل سيد رئيس. شكرا سيد الرئيس. بدوري بغيت ناكد على ان الموضوع ديال الامازيغيه ماشي موضوع ديال المزايده، هو موضوع التنزيل، اننا كننزلوا الدستور فقط. ان اللي كيديرنا دائما اللي كيجعلنا في هذه الوضعيه من هذه هو التاخر. ما يمكنش شك غادي نتوقعوا ماشي هذه غتكون النهايه، يعني مازال واحد الشهر غادي يحصل لنا حادثه من هذا النوع وحنا كنستمروا. ولكن نبغي نشير بان لاننا متاخرون فالكثير من المرونه وحنا كنجاوبوا على الناس خاصها تكون. كنظن بان بامكان السيد الوزير يكون عنده جواب افضل من الطريقه اللي دارت، بلا بقاء اكثر وبمرونه اكثر وبجانبه وزير اخر يتقن الامازيغيه ونتمشاو وتمشى الامور. شكرا سيد الرئيس. الله يخليكم السيدات والساده. غنزيد السيد الرئيس اللي كيمثل السيد الرئيس. الساده النواب الله يخليكم، عطيت للرؤساء كلهم. تفضل السي حيكر. شكرا سيد الرئيس. أنا بدوري أؤكد بأنه القضية ديال اللغة الأمازيغية محسومة دستوريا، كل شيء مقتنع بها، على إثر ما ذكره السيد الرئيس من تجاوب رئيس مجلس النواب في الموضوع لما أثير آخر مرة. أنا ألتمس من خلالكم السيد الرئيس باش تطلبوا من السيد رئيس المجلس يعقد في أقرب الآجال واحد الندوة ديال الرؤساء، أو على الأقل اجتماع مع رؤساء الفرق المجموعة النيابية، قصد إطلاعهم على شنو هي المساعي اللي تعملت وشنو هي الأجال لحل هذا الإشكال. وعندي ملتماس للإخوان أخوات النواب البرلمانيين باش نحافظوا على المستوى النقاش داخل هذه المؤسسة حفاظا على القضايا الأساسية والحيوية للمواطنات. الله يخليكم. لأن أعطيت الله يخليك. أنا اللي كان سير. الله يخليك السيد النايب. الله عطيت الرؤساء وخا خارج سميتو باش شد مرونه، وعطيت الرؤساء كلهم الله يخليكم. نستمروا تعقيب الفريق الحركي. راه جاوب. لا دابا خص تعقيب عاد تعطي سميتو سيدي. لا بلاتي سيد الوزير. الله يخليك. لا بلاتي. الله يخليكم. لا الله يخليكم السيدة والسادة النو. السؤال تطرح جاوب السيد الوزير، جاوب صافي. راه جاوب. لا راه جاوب، عطيتو الكلمة، عطيتو جاوب في ثانية. مور التعقيب غادي يجاوب. مور التعقيب شكون؟ ماشي هو. لا انت اللي درتي التعقيب.
لا ما دارش تعقيب. الله يخليكم الله يخليكم سيدات، نقطة نظام خدا نقطة نظام. الله يخليكم سيدات والسادة النواب، في إطار نقطة نظام اللي عطيت الكلمة السيد الوزين. دابا تعقيب الفريق الحركي، تفضلوا سيد رئيس. بلاتي تفضلوا سيد رئيس. إذا كانت حاجة للسيد الوزير باش تكون ترجمة من الأمازيغية العربية، نقول للسيد الوزير المحترم أن من خلال الجواب ديالو قال أنا ما تنفهمش الشلحة ديالكم، تنفهمش الحدسوس. نطرحوا السؤال بالعربية، لا نطرحوا السؤال بالعربية باش لا 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 ما نخلقوش مشكل يا أخي. مور تعقيب، مور تعقيب. الله يخليكم، أنا رجعت. لا الله يخليكم، أنا عطيت السؤال الفريق الحركي، جاوب السيد الرئيس. الآن تعقيب الفريق الحركي، تفضلوا سيد النائب.